أفضل ثلاثة تطبيقات للدليفري في السودان. في المرتبة الأولى تطبيق يلا نطلب، عشان فيه كمية من المطاعم في الخرطوم، وغير كده تقدر تدفع أونلاين، اشحن المحفظة واطلب طلباتك. في المرتبة الثانية تطبيق ليمو، أفضل حاجة في التطبيق ده العروض والتخفيضات اللي بيعملوها مع المطاعم. في المرتبة الثالثة تطبيق دي ريكوست، وهو من أقدم التطبيقات اللي نزلت في السوق في مجال خدمة التوصيل للمطاعم، وتوقفوا لفترة طويلة ولكن شكلهم راجعين السوق بقوة كبيرة. وكده عرفتوا